مثلا السروريون، تعرفون من السروريون؟ السروريون فرقة انشقت من الإخوان المسلمين يرأسها محمد سرور زين العابدين، ولا يزال موجودا، وهو أصله سوري، واعترف محمد سرور زين العابدين أن له تنظيما وحزبا في لقاءات معه في قناة أظن اسمها الحرة أو شيء من هذا. فالمقصود أن محمد سرور زين العابدين له حزب، هذا الحزب في الظاهر سلفي، والحقيقة أنه إخواني. وبعبارة لطيفة على ما يذكر بعض الإخوان، يقول بدي البدي سلفي والمكينة إخوانية. هذا الحزب منتشر في السعودية، تجد في الظاهر قصير اللحية، المعذرة قصير الثوب، مرخي لحيته بسواكه، على ما على أهل هذا البلد في الظاهر، لكنه في الباطن على طريقة إخوان المسلمين. كيف تميزه؟ إذا وجدت الرجل ثوريا يهيج الناس على حكامنا باسم النصيحة، فالغالب أنه من السروريين. إذا رأيته يأتي في المجامع العامة، سواء في تويتر أو في القنوات الفضائية أو في خطب الجمعة، أو حتى يكون معلما في فصله، فيهيج الطلاب باسم إنكار المنكر، هذا في الغالب سروري إخواني، وهي طريقة سبائية يهودية. أخرج ابن جرير في تفسيره في المعذرة في تاريخه عن عبد الله بن سبأ اليهودي أنه قال التظاهر بالإسلام، قال لاحظ شو يقول، قال أظهروا الأمر معروف أنه المنكر، وأظهروا أخطاء حكامكم لتستميلوا قلوب الناس. فإذا هذه طريقة سرورية خطيرة أصلا مأخوذة من عبد الله بن سبأ.